أكدت عائلة تقي على رفضها واستنكارها للإساءات والأكاذيب التي بثتها قناة الجزيرة القطرية لاستهداف مملكة البحرين والإضرار بالمكتسبات الوطنية وأوضحت العائلة أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما بمسيرة التنمية والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله مؤكدين ان البحرين عصيه باذن الله امام محاولات النيل من نسيجها وتكاتفها الاجتماعي وشق الصف